اللحظة رح بتذوقيها. يا بهيرة نفسك محروق. يا شهيرة دخلتيها. ايه والله مللتيني، قومي للروح. لوين دخلت؟ لك ايه قومي. رأيك ننزل عالسوق؟ يلا مننزل شوف فيها. يا ويلي المترو معجوق. عم تدفش دفشيها. اسمعوا على هالحكي. الله لا يعدمنا ذوق. خفي رجلك خفيها. ايه يا هيكي مخرجنا مخنوق. تأخرتي وأخرتيها. لك شهير نخيل عينك، معك شي قطعة علكة على نعنى؟ قلت لحالي بعطر نفسي عن هالصبح. ايه افتح التابلو في بقلبه علكة. ايه يا سلام، شو ها دكان بهالتابلو؟ غيرت رأيي، ما عاد بدي علكة. ايه كول كول عحسابك كول. لك الله يحلي ايامك، لك دخيل قلبك حليت لي ريقي، يسعد لي هالصباح يا رب. ايه يا ميت اهلين وسهلين عراسي والله. بالفعل فظيع شو طيب اكله لهالمطعم، باين تقله مستقبل. ايه كول كول الف صحة وهنا، ما في اطيب من الفول والتسائي من عند الصبح. لك شهير لك والله مزغرين على الزبدية، مش بعد طلب لي واحدة تانية بس من هيها تبع اللحمة والمكسرات. مكسرات. ايه مو تكرم عينا. لك اهلين النوس، والله بالفاتح. لك دخيل ربك ابن حلال. يلا قوموا قوموا عازمكم على فطور، رح ابعث لك الموقع. كيف؟ تمام يلا مستناكم. ذكرينا شو طبخة اليوم؟ يي ما عاد طبخت انا، معلمه لجوزي صار يجيب لهم وجبات وعم يتغدوا بالشغل، وابني من الاول ما بياكل بالبيت. وانت شو عم تتغدي لكان؟ عم دبر حالي من قريبه كل يوم شكل. لكن انا اليوم عاملة لحمة بالصحن، نتغدى سوا ان شاء الله. لك لا ما بدها، لا تعذبي حالك. لا فيها عذاب ولا شي، انا هيك هيك بدي اطبخ واجتهدك معنا، احسن ما تاكلي لحالك. اذا هيك خجلتيني. الو كيفك شهورتي؟ الحمد لله انت كيفك؟ والله كتير ضايق خلقي، شو رأيك نقوم ننزل عالسوق؟ لا ما بقدر، عم بحفر كوسة بدي اطبخها اليوم، وبتعرفي هالأكلة بدها شغل. كوسة محشي كتير بحبها انا، شلون انت بتبليها؟ شو بتحطي لها؟ ملح وفلفل وبهارات وشوية عصفور. يي ما بتحطي لها كمون؟ لا لشو الكمون، اول مرة بسمعها. يي شو غشيمة، أكلة الكوسة محشي ما بيطيبها غير الكمون. لا ستي أنا هيك متعلمتها من أمي. أتسلم لي أمك على هالبزة. جاية أنا لعندك دوقك ياها بالكمون، بساعدك فيها ومنتغدى سوا. لا 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 تعذبي حالك، أصلا أنا خلصت بدك تقولي. ما فيها عذاب، جاية أنا جاية نتشلى ومنتغدى. شو طلعت طيبة، كول تقبرني كول. عجبوكي شهيرة؟ عجبوكي؟ ايه طيبين يسلم ايديكي. جهزي لي حالك، اعتمد وخلص هالاسبوع الجمعة عند ام تيسير. ايوه واخيرا الها كم مرة عم تتهرب. ايه وشو ناوية اليوم تساوي على الغدا؟ والله ما رح اطبخ اليوم. يوه لكن شو بكن تاكلو؟ بدي اكل برات البيت، رايحين على المطعم. ايه عن جد رح نروح على المطعم؟ اصلا ايه والله ملينا من البيت واكل البيت. استغفر الله العظيم يا ربي على هاللزقة. الله يخلينا بهير افندي، فطور مرتب ودسم ملوكي يعني. الاكل ده تحفة، هو ده الفطار ولا بلاش؟ وينكن؟ صحيح هو يلي عزمكن بس انا يلي دليته على المطعم. لك كلوا كلوا صحة وهنا، ما بتاكل الا العافية. اماني ها اماني، اذا بدكن شي ما تستحوا اطلبوا. لا لا الله يسعدك، لا اكثر من هيك الوضع تمام التمام. يلا لكن انا قايم حاسب. لك وين الجزدان؟ يا الله نسيانه بالبيت. وينك اخي شهير؟ حاسب عني وانا بحاسبك بعدين. ولا الا خليه عليك هالمره والمره الثانيه علي ان شاء الله. انت كنت سألتني قبل كده يا اخويا بهير عن الكارت الازرق بتاع المواصلات وانا جبت لك كل التفاصيل.
لا لا ما عاد في داعي بنوب، بطل تطلعوا. اخوك شهير كل يوم عم يوصلني وعم نوفر شوي، لا شو لا طلعوا. لك المصاري اللي بدي اعبي فيهم الكرت بشتري فيهم 1000 غراض، مو هيك اخي شهير؟ ايه ايه مبلا مبلا. مالك يا شهير في ايه؟ مزاجك لي مش رايق؟ لا لا ما في شي، مبسوط ومروق كتير كتير. اخي شهير والله انا مالي حامل فراطة، حاسب انت عالشاي بعدين انا بحاسبك. ايه ايه وشو بدي اقلك، مو بكرة تتأخر علي وتأخرني، انا وراي مدير. ماشي حاضر سيدي ما بتأخر عليك. يلا لكان اودعناكم. الو إيه كيفك بهير بيك؟ تمام، جهز لي حالك اليوم، عازمك على أفخم مطعم باسطنبول. شو؟ لك إيه إيه على أكلة مشاوي ما تنساها بعمرها. ووينك؟ إذا بدك دق للشباب وجيبهم معك كمان. إيه شو عليه؟ رح دق للشباب وبنجي كلياتنا سوا. إيه إيه لا تتأخر، ها عم بستناكم. لك يسلم لي ربك على الحكي، أنا اللي جاهز. ايه انا بفرجيك والله، لا طلع العزيمة من احف راسك. كلوا كلوا ان شاء الله عوافي يا رب، ان شاء الله مطرح ما يسري يمري. امانة ها اذا حدا ناقصه شي قلي. لا يا عم انا ما اقدرش اكل اكتر من كده، خلاص بطني بتوجعني. شو بهير شايف مطالع حسك منو؟ شلون الوضع عندك؟ اطلب اذا بدك شي، ها تبحتر. لا والله ما عاد احسين دخيل، الله انفزرت. لا لا حبيبي لا، شو مع التحسين، رح اطلب لك صحن شقف تقعد تتنقرش ونقرشي. لك يسلم لي قلبك شو مزوي. الو شو يا لطيف، يلا يلا جاي جاي. شباب لا تخزوني انا مضطر امشي. وينك وينك بهير، حاسب عني وانا بحاسبك بعدين، ولا قلك صحيح تذكرت هالمرة دورك. يلا سلام. لك شهير شهير لك وين راح؟ الله لا يوفقك. خلصتي خلينا ندوق. اللحظة رح بتدوقيها يا بهيرة، رزقك محروق يا شهيرة تخنتية. ايه والله مللتيني، قومي للروح. لوين دخلت؟ لك ايه قومي رأيك ننزل عالسوق. يلا مننزل شو فيا، يا ويلي المدروم معجوق عم تدفش دفشية. اسمعوا على هالحكي، الله لا